السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الشك الذي يكفر به من آمن؟ وهل مجرد الشكوك العارضة بوجود الله تعالى أو في صدق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ في فرق بين الوسواس والشك. الشك لا يجوز، أما الوسواس يعتري الإنسان، يدفعه للاستعاذة بالله من الشيطان، ولا يلتفت إليه ولا يتكلم به، هذا الوسواس. أما الشك والعياذ بالله هذا كفر، هذا كفر، وهو التردد بين شيئين، ما يدري هو كذا ولا كذا، ما يدري هو ما جاء به الرسول صحيح ولا ما هو صحيح. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.